اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تفجير التدمير. في الحقيقة يا جماعة انا في الفترة الاخيرة كان الجهاز بتاعي بيهنج كتير جدا جدا جدا، يعني اجي العب مع ناس جتا اونلاين مثلا الاقي الجهاز يقعد يهنج، اجي امنتج فيديوهات بالكمتازية الاقي الجهاز يقعد يهنج وساعات يهنج من غير اي سبب. فانا كانت شكوكي في الحرارة والكلام دوت، بس الصراحة يا جماعة ابتديت اشك في الويندوز نفسه. ليه بقى؟ لاني التهنيج ده ما بدأش يحصل الا لما ابتدى الويندوز يخرف. ازاي فجأة يا جماعة الويندوز كان شغال عادي جدا مفيش اي مشاكل، وفجأة بقيت الاقي مثلا الجوجل كروم ابقى مسجل المواقع ومسجل اليوتيوب وكده يخرج منها تلقائي، ولازم اكتب البيانات من جديد او البيانات تبقى متسجلة، بس لازم كل شوية اقعد اعمل لوجن، اللوجن ما بيثبتش زي الاول. دي حاجة. الحاجة التانية يا جماعة في الفوتوشوب، اجي مثلا احفظ صورة الفوتوشوب، عملت صورة فوتوشوب مثلا لفيديو، صورة مصغرة الفيديو، اجي احفظها في الاخر الاقيها ما تتحفظش، ويتعمل حاجة اسمها يعني مثلا الفايل اسمه انتايتلد 2 يبقى انتايتلد 2 ريكفرد، والاقي الريكفرد ده رجع ملف قديم. حاجات غريبه بتحصل. وبعدين اسجل الملف في مكان معين الاقيه بعد كده ما تسجلش. لا في لخبطه غريبه. البرنامج نفسه الكامتازيا يقعد كل شويه يهنج، يدي ستوب ريسبوندنج، ساعات لما اجي اسجل بالاو بي اس الاقي يحصل ديلي رهيب، حاجات غريبه كده الاقي. لا يعني في امور كتير مخلياني احس فعلا ان المشكله في الويندوز مش مشكله حراره. عشان كده انا بكره يا جماعه ان شاء الله يعني هعمل ويندوز للجهاز، وبعدين هستغل الفرصه دي بقى في ان انا اظبط الجهاز شويه. من حيث ايه؟ انا عامل عندي على الجهاز يا جماعه عندي هارد اس اس دي 1 تيرا اللي هو السامسونج ايفو 850 اللي انتوا عارفينه ده. الهارد ده عندي يا جماعه مقسمه ازاي؟ مقسمه لثلاث بارتيشنات للويندوز وبارتيشن للالعاب، كل بارتيشن ويندوز مساحته 200 وشويه، ففي الاخر المتبقي للالعاب اقل من 400 جيجا. في حين ان انا يعني انا عامل ويندوز 7 وبارتيشن على ويندوز 7، بارتيشن على ويندوز 8 1، بارتيشن على ويندوز 10، في حين ان في كل دول ما بستخدمش الا ويندوز 10 بس، فكل دي مساحه مهدره على الفاضي. الويندوزات الكتير دي كنت بحتاجها ايام ما كنت ببيع العاب عشان اجرب الالعاب على الويندوزات التانيه والكلام ده وكده، انما حاليا ما عدتش محتاج الكلام ده، انا ما عدتش محتاج الا ويندوز 10 بس. فعشان كده هشيل بقى البارتيشنات دي كلها وهخلي الاس اس دي يا دوبك بارتيشن مثلا 300 جيجا للويندوز 10 وبس، والباقي كله اللي هو يبقى 600 جيجا وشويه للالعاب عشان بتزرق كتير في المساحه ديت. فبسبب الموضوع ده يا جماعه يعني الحاجات دي هتاخد مني وقت، فانا قلت حتى اخليها يوم الجمعه بحيث ان انا ايه اخد راحتي وكده ويبقى الوقت متاح قدامي. فاحتمال يا جماعه مش عارف بقى، في احتمال ان بكره ما اعرفش انزل فيديوهات كتير، فربنا يسهل يعني. وانا بعتذر لكم ان انا امبارح ما نزلتش الا فيديوهين بس، لان صدقوني غصب عني فصلت خالص يا جماعه من كتر السهر والتطبيق على اليوتيوب وكده. وشكرا جدا لكم والى لقاء اخر في فيديو جديد.